مفاجآت مثيرة بواقعة اختلاس موظف بنك 70 مليون جنيه من أموال العملاء. بترجع أحداث الواقعة ليوم الأربعاء 5 يوليو 2023، لما اتنشر فيه القبض على موظف في أحد البنوك الاستثمارية بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، متهم في قضية اختلاس 70 مليون جنيه مصري من حسابات العملاء. الخبر أثار ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وده مش لواقعة الاختلاس نفسها، لا، ولا حتى لضخامة المبلغ المسروق، ده لأن البنك نفسه ما اكتشفش الواقعة، ولا حتى الشرطة المختصة اللي اكتشفتها. اللي اكتشف الواقعة الكارثية دي واحد من العملاء، لقى فلوسه بتعمل رجيم في البنك. ما هو مش طبيعي برضه حسابه يخس 6 مليون جنيه و600 ألف جنيه في ظرف 6 شهور. ده لو الحساب البنكي بتاعه عمل عملية تكميم معدة مش هينقص بالسرعة دي. العميل المتضرر هو الدكتور عبد المعطي السمنودي، بمجرد ما لاحظ النقص الغير مبرر في حسابه قدم شكوى رسمية لإدارة البنك وللبنك المركزي وللنيابة. بعد التحقيق في الشكوى اكتشف البنك ان الدكتور عبد المعطي واخد قرض من البنك وبيتخصم قسط 20 ألف جنيه كل شهر من حسابه. كل ده بيحصل والدكتور اصلا ما عندوش اي فكرة عن اي حاجة ولا قدم على قروض. والحكاية ما وقفتش على العميل المتضرر الدكتور عبد المعطي. البنك المركزي والتحقيقات كشفت عن اسماء 6 عملاء تانيين لنفس البنك حصل معاهم نفس الواقعة، وفي منهم ما اكتشفوش الامر لغاية النهاردة، لحد ما وصل المبلغ ل70 مليون جنيه والمسؤول نفس الموظف. بالبحث تم الكشف على موظف البنك بفرع المحلة المسؤول على واقعة الاختلاس، واللي اختصرت محاضر التحقيقات اسمه لألف ألف، من تحريات الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة. ظهر إن الموظف ألف ألف اشترى بالفلوس المختلسة دي عقارات وسيارات، يعني طلع بيستثمر الفلوس وبيكبرها. أما لصوص ولكن ظرفاء بصحيح، ولأن كل حاجة في مصر حاجة تانية والسر في التفاصيل على رأي الأستاذ حسين الجسمي. فالموظف المختلس حصل معاه وقع من شهور كده كان ممكن تكشفه، بس واضح كده إنه لص بس أمه دعياله. من ضمن الاختلاسات اللي عملها على مدار السنوات اللي فاتت، كان استولى على مبلغ مالي بقيمة 1.5 مليون من عميلة في البنك، هي دكتورة نساء وتوليد. الدكتورة دي اكتشفت الواقعة بسرعة، ولكن المتهم رجع لها فلوسها تاني في حسابها وهي ما بلغتش، رغم ان حاجة زي كده طبيعي ما كانش المفروض تسكت عنها. مش قلتلك امه دعياله؟ طب خد المفاجأة الاكبر، التحقيقات كشفت ان الموظف المختلس ده قدر يسرق أرصدة العملاء من سنة 2019، يعني بقاله 5 سنين بيسرق ولا حد داري لولا إرادة ربنا اللي كشفته. ولسه التحقيقات في الواقعة المخزية دي من الجهات المختصة مستمرة لكشف كل مسؤول بالتقصير أو المشاركة عن عمد في عملية الاختلاس.